الآن نحن مع الصفحة 67 67 سيكونس 2 المقطع الثاني. دي لو ديالوغ افيك تي كاماراد، قل هذا الحوار مع أصدقائك. Prends ton chien avec toi. خذ كلبك معك. Je suis très content de l'amener avec moi. أنا سعيد جدا لأنني سأخذه معي. Chien, prends, amener. Chien, prends, amener. Yin, en. Yin, yin, en. فقط هنا ملاحظة، لا يوجد فرق واضح جدا بين الـ en EN والـ en EN، بين الـ EN والـ EM، ولهذا ستكون فكرة في الشرح. هنا تقول الأون مع نون خفيفة، وهنا تقول الأم أم على شكل أم، تقول أم أن، هنا تكتب الألف والنون. إذن هنا كاينة فكرة فقط في النطق، ولكنها لن تظهر جيدا هذه الفكرة، ولكننا نفكر في هذه الفكرة نحن عندما ننطق بهذا الشكل. هذه هي ألف ونون، أون هي ألف ونون. وهذه هي ألف وميم. الفكرة ما هي؟ هناك حيلة في النطق. هذه ألف ونون، والنون تكون خفيفة، وهذه ألف وميم، والميم تكون خفيفة لا تظهر، لن تشعر بها، لن تشعر بها. ولهذا أقول أم وكأنني أقول أم، ولكن لا أنطق الميم، لا أوضحها. وكأنني أنطق الأم الأن، وكأن أقول أن، ولكن النون لا أنطقها، أجعلها خفيفة. إذن الميم هذه تكون خفيفة، تكون خفيفة، والنون هذه تكون خفيفة، خفيفة جدا لا تظهر، لا تظهر. أم أن أ أن أو أم. إذن هنا نون خفيفة، وهنا ميم خفيفة. إذن هذه الحيلة، هذه الحيلة سترافقنا في الصفحة هذه. يان، ميان، نيان، ليان، غيان، ديان، تيان، سيان، فيان. نرجع لفكرة النون الخفيفة والميم الخفيفة. النون خفيفة، إذن هنا النون خفيفة. مون، نون، لون، غون، دون، تون، سون، فون. ميم خفيفة. مون، نون، لون، غون، دون، تون، سون، فون. نرجع لهذا التمرين. لاف لا ما كون تي اونتون او ان اون يان. Musicien, une musicienne, une musicienne, une musicienne, une musicienne, une musicienne. Adil Madarina, la mandarine, la clémentine, clément, mon, clémentine, une don, don,
un chien, le magicien, une enveloppe, enveloppe, une musicienne, musicien, une musicienne, la clémentine, une dent, un chien, un chien, le magicien, le magicien, une enveloppe, enveloppe. الترجمة ارفع يدي عندما تسمع أن ين موسيقية اليوسفية هذه يسموها اليوسفية المدارين اسمها اليوسفية المدارين اسمها اليوسفية وهذا ضرس كلب ساحر ظرف رسالة إن ميزيسيان إن ميزيسيان La mandarine, la mandarine, la mandarine. عند الاسم clémentine. La clémentine. Une dent, une dent. Un chien. Un magicien, un magicien. Une enveloppe, une enveloppe. التمرين الثالث mis en ordre les syllabes pour obtenir un mot. هنا كلمة مشتتة. نعيد توضيح هذه الكلمات. الكلمات قدموها مشتتة. هذه ميزيسيان كيفاش داروا نحصل على الكلمة بهذا الشكل ميزيسيان ميزيسيان هذه هكذا برك هكذا هذه انفلوب ماشي هكذا Enveloppe, enveloppe. هذه كليمونتين. الرتبة كيفاش كرتبوها؟ كلي كلي مون تين. كليمونتين. كليمونتين. وهذه ماجيسيان. كيفاش نرتبوها ما ما جي اذا هنايا ما جي سيان بهذا الشكل ماجيسيان ميزيسيان انفلوب Clémentine, magicien. Musicienne, musicienne. Elle est musicien. Elle est sahir. Elle est sahira. Mouanneth, majuscule, minuscule. Enveloppe, nefso tamrin sabak. Clémentine, nefso tamrin sabak. Magicien. Magicien. Magicien, ou sahir. Musicienne, hi el musiqiya. التمرين الأخير écris dans ton cahier اكتب على كراسك en yin en yin انتهت الصفحة